أحسن الله إليكم يا شيخ. سوداني رمز لاسمه بسين عين ميم، يقول هل يجوز التقدم لخطبة فتاة مخطوبة مع العلم بأنها هي التي ترغب في ذلك وبعلم الأهل، وذلك لوجود صلة قرابة بيننا؟ لا بد من أن يتخلى الخاطب، إذا تخلى الخاطب عنها ولم يرغب فيها أو ردوه ولم يجيبوه فإنه لا بأس أن يخطبه. أما ما دام أنه لم يرد ولم يرغب عنها والخطبة قائمة والرغبة موجودة فلا يجوز له أن يخطب على خطبة أخيه، لما في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ولا يخطب على خطبة أخيه. نعم.